والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وليلى عمر. أهلا، شكرا لكم دينا وسحر، ونتحول معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 62 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. وأكدت الوزارة أن الإفراج يستهدف توفير كمية من الذرة والصويا بالأسواق، والتي تعد من المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن. وأوضحت الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية. أعلن وزير البترول طارق الملا تصدير مصر نحو 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي. وخلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر، أوضح الملا أن ما حققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة العمل على برنامج متكامل بالشراكة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، وبدعم كامل من الرئيس السيسي والحكومة. وإلى سوق المال، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 14.7 مليار جنيه ليصل لمستوى 855.9 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقاط، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة. وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و50 قرشا للشراء و24 جنيها و57 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 25 جنيها و27 قرشا للشراء و25 جنيها و56 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 29 جنيها و63 قرشا للشراء و29 جنيها و73 قرشا للبيع. وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيهات و52 قرشا للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع. تراجع نشاط الشركات الصناعية الصينية في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين مع فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأرباح الصناعية هبطت 3% في الأشهر العشر الأولى من عام 2022 على أساس سنوي. ختام أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى لسحار ودينا، إليكما. شكرا لك ليلى.